الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم بينا في الدرس الماضي للأحبة الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول وقلنا بانه هذا العلم الشريف يبحث عن الدلالات المشتركه التي لها قابليه الاشتراك او المشتركه التي تشترك في جميع او في اكثر او لها صلاحيه الاشتراك في عمليه استنباط الحكم الشرعي وليست خاصه بمسألة معينة. وقلنا أنه أشار السيد الشهيد إلى أنه هناك بعض النماذج التي نذكرها. يعني هو هنا ليس في صدد إحصاء كل النماذج. لا راح يذكرنا بعض النماذج. أول ما ذكره السيد رحمة الله تعالى عليه كما في كما عند بقية العلماء حينما يذكرون باعتبار انه هذه المسألة لانتشارها ولاشتراكها ولوجودها فابتدأوا بصيغة فعل الأمر أو صيغة الأمر. صيغة الأمر عندنا هي صيغة فعل الأمر، مثل أي شيء اذهب، اكتب، صلي، صم، ها. ستقول لماذا عندنا افعل وعندنا غير افعل هذا آه بحسب اللغه فانه هناك بعض الافعال يمكن ان تاتي على وزن افعل وبعضها لا بل لها صيغه امر مختلفه فاذا هو كلامنا حول صيغه الامر سواء كان صم او صلي او افعل فهذه كلها تكون مشمولة في هذا الدرس يقول أنه صيغة الأمر المقرر عند الأصولي والمتفق بينهم عليه هو أن صيغة هذا الفعل صيغة الأمر تدل على الوجوب يعني يعني أنا لو سمعت من المولى أو سمعت من ابي مثلا رحمه الله بانه اجلب لي فلان شيء يعني حينما اسمع هنا هل افسر هذا الوجوب او هذا الفعل اجلب على انه نوع من المباح او نوع من انه لا يريده بشده ام لا اقوم اذا كنت بارا مثلا أقوم وأجلب هذا الشيء وإذا خالفت يعني إذا ما قمت الجماعة كلهم راح يباعون عليه يقولون هذا غير بار هذا عاق لوالده مثلا فإذا يعني العرف العرف والمتعارف أنه حينما يستمع الإنسان إذا كان هناك أمر موجه له او جمله متعلقه به وفيها فعل الامر فانها تدل على ان الطالب منه يريد هذا الموضوع بشده بحسب المنزله والرتبه يعني مره ابني يريد لا مو معنى انه يامرني بل هنا من الادنى الى الاعلى يسمى التماس او يسمى دعاء من الادنى الى الاعلى ومن المساوي الى المساوي انا اقول لرفيقي هنا التماس اما اذا كان من الاعلى الى الادنى مثل الاب الى الاولاد او الام الى الاولاد او الامام الى الماموم او الرسول الى المرسلين اليه اليهم فهنا تكون على نحو الوجوب <applause> و فلذلك يقول السيد الشهيد ولكن كلام السيد الشهيد ليس هنا بل يقول ان المقرر عند علماء الاصول ان هذه الصيغه تدل على تدل لغه على الوجوب احنا خلينا نتامل شنو معنى ذلك انها تدل على الوجوب هل معنى ذلك اننا يمكن ان نضع مكان كلمه صلي وجوب أم لا ما هو المراد من هذه المسألة يعني هل يمكن أن نبدل هذه الكلمة اللي تدل على الأمر بكلمة الوجوب أم لا يعني هل هناك ترادف بين صيغة الأمر والوجوب الترادف ما هو حيث إذا رفعنا أحدهما يمكن أن نضع أحدهما يمكن أن نضع أحدهما مكان الآخر فهل أنه بين كلمة الوجوب وصيغة الأمر هناك نوع من الترادف أم لا إذا كان كذلك كيف يمكننا أن نفترض ذلك بينما إحنا نعرف أنه الآن نحس بالوجدان بوجداننا أنه حينما يقول القائل واجب وجوب فلان فعل و آمرك بفلان فعل. هناك إذا كان في نفس الصيغة، يعني أقول لك صلي وواجب عليك، هل هناك وجوب؟ هل هناك بينهما اختلاف؟ وجدانا نحس هناك اختلاف بينهما، لا يمكن أن يؤدي أحدهما مكان الآخر. صح إذا قلنا وجوب الصلاة آمرك صلي وكان اقول لك صلي اقول لك عليك الصلاه واجبه او وجوب الصلاه ولكن هنا ليس على نحو الترادف لانه اذا كان كذلك يمكن لكان بامكاننا ان نستبدل احدى هاتين الكلمتين بالاخرى وهذا لا يمكن ان نفعله وحتى لو فعلناه يكون خاطئا. فيقول السيد الشهيد يعني السيد الشهيد رحمه الله عليه يحاول ان يبين ويحلل هذه المساله حتى نصل الى ركائزها، فاذا وصلنا الى ركائزها بذلك راح نفهم المطلب بصوره واضحه جدا ويكون عندنا الامر لا غبار فيه. يقول نطبق هذا بعد ذلك ننتقل الى البحث اللي بعده صيغه الامر صيغه فعل الامر نحو اذهب صلي وصلي وصم وجاهد الى غير ذلك من الاوامر والمقرر بين الاصوليين هنا طبعا اذهب وصلي وصم هنا غير الماده اما الصيغه فهي دائما امر والمقرر بين الاصوليين عاده هو القول بان هذه الصيغه اللي هي صيغه فعل الامر تدل لغه على الوجوب ها يعني باللغه تدل على الوجوب وهذا القول يدعونا ان نتساءل هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن يعني بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب. هل مرادهم هذا؟ يعني الأمر هو نفس ما يراد من وجوب فيكونان مترادفين هل هكذا يقول وكيف يمكن افتراض ذلك وناس فهم السنكاري لماذا سيدنا يقول مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليست مترادفتين يعني ماكو ترادف بينهما ليس مثل المثل الانسان والبشر وان كان كل له استعماله وله خصوصياته والا لجاز ان نستبدل احداهما بالاخرى وما دام هذا الاستبدال غير جائز اذا كان احدهما مرادف للاخر فيمكن ان نستبدل هذا مكان هذا ولكن هذا بما انه غير ممكن فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب إذا أنت شلون تعرف بأنه هذا مرادف مع هذا الترادف إذا رفعت أحدهما تضع الآخر مكانه فإذا لم يمكنك الترادف إذا معنى ذلك أنه ما يمكنك الاستبدال إذا معنى ذلك أنه لا ترادف بينهما ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الاصوليين بان صيغه فعل الامر تدل على الوجوب. هنا السيد الشهيد بعد ذلك يذكر مبحثا لطيفا ويمثل له بمثال عرفي لطيف يقول يقول نحن قبل ان نحكم في المسألة ونبرز المراد نقول أولا لا بد أن نحلل صيغة الأمر حتى نعرف أنه كيف تدل على الوجوب إحنا إذا دققنا في هذه الأمر فعل الأمر فعل الأمر اذهب فعندنا مادة اللي هي الذهاب وعندنا الصيغة اللي هي افعل فهنا هذا الأمر يعني افعل الذهاب، افعل الذهاب هنا، معنى ذلك أننا نحتاج إلى أي شيء؟ إلى أن يكون هذا هذه المادة على وجه الأمرية، يعني يقول نحن أنا أنت حينما تقول لابنك اذهب اذهب واجب لي الماء فانت انت غايتك منه انك تريد هذا الشيء، تحتاج الى ماء، تريد تشرب دواء، حسيت بالعطش الشديد. فحركت اي شيء المكلف اللي هو ابنك لان ياتي بهذا السائل على نحو المحبوبيه الشديده والارسال الشديد. فانت تريده ان يذهب ويجب لك الماء. يقول انت شايف في بعض الاحيان اللي من خلال الافلام لان ما شايفين امامنا، من خلال الافلام انه هذا الصياد عنده اجلكم الله كلب، هذا الصياد لما يشوف الفريسه هو ما يريد الفريسه انه تذهب منه، يريد الفريسه جدا، فلما يطلق الكلب اجلكم الله نحو الفريسه ويقول له بكيفك خليها تروح لو ما تروح، لا، يريد ان ياتي بهذه الفريسه على نحو الاراده الشديده، فيحب ان ينقض هذا الكلب او هذا الحيوان على الفريسه حتى ياتي بهذه الفريسه الى الصياد ويحصل هذا هذه الغنيمه. فيقول هذه اللي هو ارسال الكلب اجلكم الله الى الفريسه هو بمثابه ارسال يعني صوره تقريبيه عن ارسال المكلف فحينما يرسل المكلف الى مساله ما هو يريد هذا الامر وهذه المساله بصوره شديده واقعيه فلذلك يحاول ان يرسله. <applause> يقول هذه الكلمة هذه الكلمة يقول هي نفسها من قبيل ارسال الكلب إلى الفريسة فالصيغة تدل على الوجوب وأن فعل الأمر يدل على الوجوب من أي لحظ أنها أن صيغة الأمر هي النسبة الإرسالية يعني كيف أرسلنا أو كيف أرسل ذلك الصياد هذا الحيوان المفترس الى تلك الفريسه كذلك بالنسبه الى صيغه الامر فهنا نسبه ارساليه يعني حينما نؤمر بشيء فقد ارسلنا على نحو الوجوب يعني انا ارسلك لهذه المساله ولكن على نحو الوجوب لماذا يقول مثل ان الصياد لما يطلق الكلب إلى فريسته فهو يريد الفريسة بصورة جيد يعني يريدها جدا يعني ما عنده مجال أنه يتركها واحد بالمئة لو كان عنده مجال أو كان متأثر عاطفيا بهذه الفريسة ما أرسل الكلب فحينما يرسل الكلب على, ال على هذه الطريدة أو على الصيد فإنه يريدها جدا فكذلك صيغه الامر لما الله تبارك وتعالى يقول لك حج معنى ذلك ان هناك مصلحه هذه مصلحه هي فيها شوق شديد لهذا العمل لذلك يامرنا مثلا باي شيء بالذهاب الى هذا الشديد اذا هذا الامر شديد في بعض الاحيان ها هذه هذا الشوق لا يكون بدرجة مئة بالمئة بل يكون أقل من مئة بالمئة يكون تسعين بالمئة ثمانين بالمئة فهنا الإرسال إذا قل فإنما يكون دال على أي شيء دال على الاستحباب يعني إذا كان إرادة والشوق لهذا الفعل هو مئة بالمئة فهنا وجوب اما اذا كان تسعين بالمئه ثمانين بالمئه ستين بالمئه فهنا يكون الارسال دال على اي شيء دال على الاستحباب فلذلك حينما نقول ان صيغه فعل الامر تدل على الوجوب فمعنى انه هذه الصيغه وضعت في هذه في الأفعال لغاية النسبة الإرسالية هذه النسبة الإرسالية بيها؟ ناتجة عن الشوق الشديد لحصول متعلق الأمر اللي هو مثلا صلي إيجاد الصلاة صوم إيجاد الصوم حج إيجاد الحج فالله تبارك وتعالى يعني لا نقول الله لأن الآن بعد ذلك يأتينا الكلام أصل اللغة حينما وضعت الـ وضعت هذه الصيغه غايتها هو الشوق الشديد لمتعلقي هذا الفعل بان يوجد خل نطبق وبعد ذلك نبين بعض الامور يقول والحقيقه ان هذا القول يحتاج الى تحليل اي قول ان صيغه فعل الامر تدل لغه على الوجوب الى تحليل مدلول صيغه فعل الامر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب فنحن حين ندقق في فعل الامر نجد انه يدل على نسبه بين ماده الفعل والفاعل اكو هناك نسبه بين ماده الفعل اللي هي مثلا صلي ماده الفعل ما هي الصلاه والفاعل هو المكلف صلي انت زيد فهنا مادة الفعل ايجاد الصلاة والفاعل من هو؟ هو زيد، منظوراً إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وارسال المكلف اللي هو زيد نحو ايجادها، يعني يريد الصلاة بصورة ويريد زيد أن يأتي بهذه الصلاة، أرأيت ها يضرب مثال عرفي لطيف، أرأيت الصيادة حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته إن تلك الصورة التي يتصورها التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها كم الحابل الحبل بيده يقول له اذهب أو حينما يترك الحبل فمعنى ذلك هذا الكلب أجلكم لا يفهم بأنه المولى مولاه أطلقه هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة, فعل صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية وكما أن الصياد هنا راح يبين أنه إذا صارت فعل الأمر مدلول صيغة فعل الأمر هي النسبة الإرسالية زين هاي النسبة الإرسالية مرة تكون بدرجة 100% مرة تكون أقل إذا 100% فإنها تدل على الوجوب إذا أقل فإنها تدل على الاستحباب وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجاً عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك قد يكون هكذا وهنا تكون على نحو الوجوب وقد يكون... ناتجًا عن يعني هذا الإرسال عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد، 80% انقهر عليه 20%، كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر، قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف. ورغبه اقل درجه فاذا كل مثل ما هناك النسبه الارساليه في هاتين هذين الاحتمالين هنا ايضا كذلك وعلى هذا الضوء نستطيع الان ان نفهم معنى ذلك القول الاصول القائل اه يرجع الى بدايه الكلام ان صيغه فعل الامر تدل على الوجوب نفهم شلون نقول فان معناها ان الصيغه يعني صيغه فعل الامر قد وضعت للنسبه الارساليه بوصفها ناتج عن شوق شديد والزام اكيد بهذا اللحاظ ولهذا يعني باعتبار هذا التصور يدخل معنى الالزام والوجوب ضمن الصوره التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغه عند سماعها دون ان يصبح فعل الامر مرادفاً لكلمه الوجوب يعني هنا اجابه عن عن اشكال المقدر وهو انه انا من اين ان لا شفت متكلم فقط لما اسمع من سكاك حجرين صلي فهنا مباشره يتبادر الى ذهني ان هناك متعلق لهذا الفعل هو مراد جدا من اين يقول من خلال النسبه الارساليه الموجوده في هذه الصيغه فالنسبه الارساليه الموجوده في صيغه الامر في اللغه من خلال اللغه موضوعه لهذه المساله المهمه جيد <applause> وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات زين إذا كان كذلك وأنتم قلتم أنه من خلال اللغة فإنها موضوعة للنسبة الإرسالية فالإرسالية الناتجة عن شوق شديد مئة بالمئة فكيف تستخدموها في أي شيء في الأمور المستحبة ها هنا يجيب يقول نحن كما يمكننا استخدام الأسد مثلا للرجل الشجاع بأي شيء لوجود شبه بينه وبين زيد فهنا يمكن استخدام النسبة الإرسالية يعني صيغة فعل الأمر على المستحب لوجود تشابه ما هو مشابهة أنه أنا هذا الفعل أريده ولكن هل هناك فرق أم لا؟ نعم هناك فرق في الوجوب أريده مئة بالمئة هنا لا أريده مئة بالمئة بل أريده خمسة وعشرين بالمئة. كما أنني استخدمت زيد استخدمت زيد في الأسد أو استخدمت الأسد في زيد باعتبار الشجاعة وهناك فرق أنه زيد هو رجل وحيوان ناطق والأسد هو حيوان مفترس أبخر الفم، فهناك هناك اختلاف ولكن استخدمناه مجازا هنا ايضا، اذا استخدمنا صيغة فعل الامر على المستحب يكون استخداما مجازيا. وليس معنى دخول الالزام والوجوب في معنى الصيغة، أن صيغة الامر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات لا حتى وإن كانت موضوعة لغة أين على النسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق الشديد أريد مئة بالمئة بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب آه. ولكن ها هنا هاي مسألة مهمة استعمالها في موارد الوجوب هو استعمال حقيقي ليش حقيقي لأنه ناتج من اللغة اللغة أصل الوضع حين الوضع هو نسبة إرسالية ناتج عن شوق شديد مئة بالمئة لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر في المعنى الذي وضعت له ما هو المعنى الذي وضعت له ال نسبة الإرسالية الناتجة عن شوق شديد جيد وأما استعمالها واستعمالها في موارد الاستعب... الاستحباب استعمال مجازي احنا بالاستعمال المجازي لابد وجود شبه ما هو الشبه يقول يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب كلاهما مراد هذا المراد مئة بالمئة وجوب هذا المراد ثمانين بالمئة صار استحباب والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا اللي هو النسبة الإرسالية والشوق الشديد هو التبادر التبادر اللي ذكرناه سابقا واللي موجود سابقا ذكرناه فان المنسبق الى ذهن العرف ذلك بشهادتي، يعني انت حينما تسمع واحد يقول اكتب، معنى ذلك انه مو بكيفه، صح انه مرات من حال المتكلم يتغير، او حال المتكلم يدل على انه هازل، او حال المتكلم يدل على انه لا فقط لغايه استحبابيه. فإن المنسبق الى ذهن العرف ذلك بشهاده ان الامر العرفي اذا امر المكلف بصيغه الامر ولم ياتي المكلف بالمامور به معتذرا باني لم اكن اعرف ان هذا واجب او مستحب لا يقبل منه العذر كما اشرنا في بدايه لو ابي امرني بان اجلب الماء ولم ااتي بالماء المجتمع يقول هذا عاق اذا ادعيت بانه انا ظننت انه استحباب، قل لا. ويلام على تخلفه عن الامتثال وليس ذلك يعني هذه الملامه وهذا الـ 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 اللي كان انه يجعلك في غير محل المدح وليس ذلك الا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ. وتبادره يعني تبادر لانسباق الوجوب وتبادر الوجوب والتبادر علامة الحقيقة كما ذكرنا ذلك في صفحة ثمانين من هذا الكتاب اللي هو في درس نهاية درس 18 فإذا تبين لنا في هذا الدرس أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب بالمعنى الذي بينه السيد الشهيد رحمه الله عليه انها تدل على النسبه الارساليه ارسال المكلف نحو عمل ما بنسبه الشوق الشديد يعني ب 100% وقد تختلف هذه الشده فاذا تصير 100% او تكون 80% وهذا الاختلاف هي اول ما وضعت له لا 100% ولكن قد يراد أقل من ذلك وهذا يكون استحبابا واستعماله في الوجوب استعمال حقيقي وأما في الاستحباب يكون استعمال يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا ما هو دليل ذلك؟ دليله التبادر أما صيغة النهي فيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ اللهم صلِّ على مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّد